شكرا الله. دونك هذا سي سامبل، برضو مثلا غادي نحاول ناخذ لو ديامتر تحتنا يكون فيه شي 40 والديامتر الفوقاني فيه 4 1 متر 20 مثلا ولا 1 متر سي با غاف. غادي نمشي نقول له هذا حيدو هايت سيليكشن، شوفوا في الطوب ونمشي نقول له اعطيني الانغون. الانغون هاد الانغون كيدور بالديامتر تتبع كيدور بالديامتر ديال شحال هادي 14 سنتيم، يعني الا بغيتو يكون غنقول له 20 باش يكون الديامتر 40. فوالا تحتاني الديامتر 40 نصيفطو للزيرو، صيفطو للزيرو، صيفطو للزيرو مزيان ونرجع له نقول له هذا بغيتو يكون، بغيتو يكون فيه 8 القنات. فوالا بيرسبكتيف نشوف مع لوبجي ديالي، ناخذ من هذا شيفت ونطلع الفوق. اوكي كوبي انستنس، ندخل له في الديامتر ديالو نقول له غادي يكون فيه 50. علاش 50؟ باش يكون فيه 1 متر ونشوف واش مزيانه ولا كثيره. 50 كثيره، نقول 40. فوالا هكذا نسبيا كيبان ليا مزيان. نحاول نطلع بيه واحد شويه الفوق امبيك، نقول له في الفرونت نشوف حيد لاكري بوسي هذا الفوق شويه مزيان. نقول له هنا وريني الاشكال ديالي ونجي لهنا نقول له اعطيني 2 دي خط، وهاد الخط هذا يسنابي ليا مثلا في الفيرتكس، الفيرتكس ونمشي لهنا نقول له كورنر على كورنر باش ما نرسمش عوج، ونمشي لهنا ونرسم هنا مثلا ناخذ لا مواتي ديال هذا معنا ونحط هنا ونقول له بيرسبكتيف وريني لوبجي ديالي. هو مشى صوبها مقاد ليفت. لاحظ عندي واحد المشكل هنا ملي كيدير ليا بحال هكا، لاحظو كيقلبني ليفت. فوالا ناخذ هاد الفيرتكس هادي ونحيد السناب، خرج على برا نحاول نطلع فيها الفوق شويه، خرج على برا. هو في ليماج عندي واحد دي بوردومون خارج، لاحظتوه شتو؟ دونك انا غنحاول انني نحصل على هذاك فوالا بحال هكا امبيكا في الفرونت. هو هذا مزيان. دونك هذا نحاول نقول له خذو ودير لنا الميروار، ميروار في كوبي كليكي وناخذ هذا بيرسبكتيف، ندور مع البروجي ناخذ هذا بالسناب من هذه النقطة لهذه النقطة، نشوف البروجي ديالي بحال هكا امبيكابل. طلع لي من الطوب امبيك. لاحظوا لا كومبوزيسيون كيفاش كتخدم مزيان. بيرسبكتيف نحاول اطاشي هذا مع هذا، علاش؟ باش يكون عندي بجوجهم اليمون واحد. ناخذ هذا نمشي نقول له اطاشي ليا مع هذا مزيان امبيك. دونك هنا غنبغي ندور هذا الشكل هذا، هذا الاليمون اللي صايبت هذا بغيتو يدور ويتبوزيسيونا في هاد القناة. دونك هي دائرة ديال 360، 360 ديفيزي بار 8 غادي تخرج لك 45، خاص هذا يدور على 45 دوغري. كيفاش غندوروه؟ أول حاجة نسيليكسيوني، ثاني حاجة نقولو روتاسيون، ثالث حاجة نبروغرامي الروتاسيون ديالي ب 45 دوغري. ضروري خصني ندير هادشي كامل. رابع حاجة نقولو غيدور على اللاكس ديال لاكري، هذا هو اللاكس ديال لاكري، نقولو شيفت ودور بحال هكا. لاحظ هنا كيدور ليبر، راه دابا انت كتقول لي هذا هو الشي ولكن في الاخر غيولي الشي. ها هو هو تتبعني ها تبعني اسكت. دونك هنا اي هو كي نشوف هو دابا غنقول لك شوف لنا. دونك هنا دونك شيفت كونترول زد، لاحظ معايا هنا اللي نقول له شيفت نقول له هنا انستنس انستنس، ممكن نطلب في الطوب. لاحظ معايا المشكله اللي عندي خصهم يتقادوا ياك. الا خديت هذه النقطه وجريتها مثلا، شديت هذه النقطه هذه فيرتكس كتشد شكاع مع شمال، مابقاش كيبغي يشد لي اللعيبات. حيد هادي بيرسبكتيف نسيليكسيوني هنا وقول له روتاسيون
الشيفت ال 45 فوالا، خليها كوبي اوكي، وشوفها تطلع من الطب امبيكابل. هنا عندنا المشكلة في هاد النقطة، هادو خصهم يتحدوا فيرتكس، دخل الفيرتكس سيليكسيون الفيرتكس، خد هاد البوان دابا وين، ولكن هنا ما كتقربش حداها، هادي ما كتقربش حدا هادي، علاش؟ لأن هادي إلا بوسيت أنا هادي خصني نبوسي هادي، صافي غير أنني خصني نعاود الكومبوزيسيون من الأول، إذا هنا غيبقى عندي هاد المشكلة هذا ديال خصني دايما نعاود كل شيء من الأول. كونترول زد حيد هذا، ونشوف في الفرونت ونقول له الشيء هذا غيدي فيزا، مسح منه هاد لابارتي، مسحها صافي خلاص، خد هذا وهذا دير له ميروار، ولكن هاد المره ان انستانس، لاحظ ان انستانس صافي اوكي. علاش ان انستانس؟ باش الى شونجيت في هاد القنت تشونجو في القنت الاخر، واضح الشباب؟ كان بها كان بها، خرج هذا وعاود رجع ليليمون ديالك في البوزيسيون ديالك. كاين شي حوايج اللي مهم انك تدرسها قبل ما تتعامل معاها، نسيليكسيوني هذا ونرجع في الروتاسيون، نقول له الروتاسيون غادا تكون في السونتر امبيكاب، نقول له دابا حيد سناب ودور لينا ب 45 دوغري، 45 دوغري عطيني 8 ان انستنس. شحال مرة درنا ان انستنس؟ جوج مرات فوالا. دونك الاشكال اللي عندي هنا هو الطوب، طوب خد هذا فيرتكس، خد هذا الفيرتكس، شد هذا الفيرتكس هادي سير بحال هكا، نقدر نجي نقول له هاد الفيرتكس هادي انا طاليا باي وورد باي لوكال، ان هاد البوزيسيونمون ديال السكيو، السكيو بغيت ندورو وورد كيمشي السكيو مع لا فورم ديال لوبجي، خليه دونك انا بغيت نمشي بحال هكا ما كاينش مشكل. شوف 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 شي تاثروا كلهم مع بعضياتهم بيرسبكتيف، هادشي اللي بغيت ندير انا. غتقول لي كان عليك ديرها بالسناب، نقول لك وي، نجي بحال هكا نقول له سناب، سناب من هنا حتى لهنا، ايب تشد وغاش تشدها تك فوالا. كتبان لي حيت كتبان لي وهميه، ما بغاش يشوف فوالا بيرسبكتيف، اذا اثر على بعضياته كاملين، باش نبقى خاصني في هادشي كامل. ها صافي، اذا انا شنو بقى خاص غير دير الجاج ودير المسائل ديالك. السلام عليكم.